الاخر، بينما المركز الثاني، المركز الثاني يتقدم برق، تعود ملكيته لهجن زعبيل، بينما في عمليه التضمير المتالق راشد بن محمد بن مروشد المركز الثالث. وصل الان مشاهدينا الاعزاء مليح لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يحتل المركز الثالث، عمليه تضميره وتدريبه راشد بن سعيد بالغافريه. اما المركز الرابع اللي وصل في هذه اللحظات يتقدم ظبيان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، بينما في عملية التضمير والتدريب محمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي. والمركز الخامس، المركز الخامس الحاسم لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم، عملية التضمير والتدريب سعيد بن سالم الينيبي يحتل الآن المركز الخامس. المركز السادس يصل من خلاله الذهاب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز السابع هذا اللي وصلنا الآن الساعي لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري ضمره. المركز الثامن هناك يتقدم السايح أو السابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيج بن سالم العرطي الحميري يتولى عملية تضميره وتدريب يحتل الآن المركز الثامن. المركز التاسع وصل الآن الواعي لسمو الشيخ راشد حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرطي الحمير يتولى عملية تضميره وتدريبه، بينما المركز العاشر أيها الحبل الكريم اللي يتدخل الآن الشمالي لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان والمضمر محفوظ بن خميس الجنيبي. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات أيها الحبل الكريم للعشر المراكز الأولى المتقدمة والمسيطرة على زمام الأمور. ولكن نعود إلى بداية الشوط، نعود إلى بداية المنافسة الجميلة، المنافسة إلى صيله. والمركز الأول لا يزال مايهاب، لا يزال مايهاب متمسك بقيادة الشوط وناموسه حتى هذه اللحظات. تعود ملكيته لهجن ند الشبه، هو المسيطر، هو المسيطر والمتابع للمركز الأول، بينما هناك الملاحقة مستمرة، الملاحقة مستمرة من برق لهجن زعبيل التابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، بينما اللي يضمر المتألق راشد بن محمد بن مروشد يحتل المركز الثاني، يحتل المركز الثاني. أما المركز الثالث وصل الآن في هذه اللحظات، هذا اللي وصل، اللي وصل مليح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وخذ المركز الثاني بيضمر راشد بن سعيد بالغافرية. والمركز الثالث، المركز الثالث أنا أرى هناك اللي يتقدم السابح، وصل يسبح في فضا الناموس لسمو الشيخ راشد بن مكتوم، لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري يحتل الان المركز الرابع او المركز الثالث، بينما المركز الرابع الله الواصل الذهب، الذهب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمر احمد بن سلطان بن رشيد الاجتبي او السويدي يحتل المركز الرابع. هذه النتيجة يا الحبل الكريم، ولكن الزاوية الاخيرة والاتجاه الاخير نحو الناموس ونحو السوبر هاتريك مع هجن ند الشبه، مع هجن ند الشبه السوبر هاتريك يسجله مايهاب حتى هذه اللحظات وهو مسيطر على ناموس الشوط. لكن هناك بدأ الهجوم، بدأت الامور يعني تتحرك مع الاخرين. الله الذهب واصل، الذهب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بدأ يهدد تهديده خطير، تهديده مثير. ها هو في المركز الثاني يضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، يحتل ثاني المراكز مع 600 متر الأخير. أو مايهاب لازال على المركز الأول مع باب الناموس ومع بوابة العبور والتحدي. ها هو مايهاب على صدارة الشوط أيها الحبل الكريم، لكن الذهب، الذهب قادم، الذهب قادم بكل قوة. هو الذهب أيها الحبل الكريم لهجن ند الشبه، لازال مسيطر، لازال مسيطر، لازال مسيطر، لازال مسيطر، لكن الذهب يحاول، الذهب يحاول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. تسلل، تسلل إلى المركز الأول، خذ المركز الأول، لكن حذاري، حذاري بعد ما يهاب صحصح الواعي، صحصح الواعي، صحصح الواعي لهجن ند الشبه. يا سلام اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة الذهب، ولكن الواعي، الواعي صحصح، صحصح الواعي والسوبر هاتريك لهذه المؤسسة هجن ند الشبه. تانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني ياتي
الذهاب لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، المركز الثالث السابح لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، المركز الرابع مايهاب لهج النادي الشبه، بينما المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هكذا يا الحبل الكريم مشاهدينا الاعزاء الخمسه مراكز اولى المنطلقه والتي بحثت عن الناموس ووجدت هنا من خلال هذه الانطلاق الواعي، حيث ترصد وسيطر على الناموس في اللحظات الأخيرة، حيث استلم قيادة هذا الشوط في الأمتار الأخيرة وسجل لنفسه عنوان وحضور مميز في هذا الصباح الجميل. نشوف التوقيت الزمني ولحظات الوصول الأخيرة والمميزة، حيث الواعي تسلل واستلم مقدمة هذا الشوط بتوقيت زمني مقداره 6 دقائق. هذه لحظات الوصول الأخيرة والإعادة من مخرجنا تيسير شنابلة أبو عدنان، 6 دقائق 19 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، وتهانينا لهج النادي الشبع على الفوز. بينما المركز الثاني مشاهدين الاعزاء وصل الذهب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر احمد بن سلطان بن رشيد، 6 دقائق 20 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. بينما المركز الثالث هناك واصل مشاهدين الاعزاء اللي وصل واحتل ثالث المراكز في هذه الانطلاقه، وهذا التواصل الجميل. ياتي السابح لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، 6 دقائق 21 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، تهانينا للجميع على التحدي الجميل الذي صار وحدث في ميدان المرموم في انطلاقات هذا اليوم.